بيتك حلو قوي. ربنا يخليكي. ده اكيد ذوقك. ما شاء الله كل دي جوايز. اصلا اي حاجه بعملها بقى سواء افلام ولا اغاني او حفلات او كده بحب احتفظ منها بحاجه تذكار يعني. على فكره يا حسام، انا اول مره في العربيه لما قلت لك ان انا معجبه بيك كفنان، الكلام ده كان حقيقي، ما كانش مجامله مني يعني. وانا اول مره قلت لك ان انا شكلي احبك شاي بالنعناع. شاي ايه بقى؟ انا تهريت شاي. وصلت ليه يا كارم؟ خلص. مدحت خد شقه في الزمالك، منها المزاجه ومنها يطفش من وش ابوه. قاعدين طول الليل مستنيينه هنا. استنى لما الناس تنزل وتطلع. ايه ده؟ الحق يا حسام، ده هو اللي نزل. ما هو يا اما حصل حاجه يا اما راح يجيب حاجه يظبط بيها نفسه. انتي مين يا بت؟ انا مرمت. بتعملي ايه في شقه جوزي يا بنت الكلب؟ ده هو قال لي ان هو يعني انا هطلب بوليس الادب واعمل الفضيحه دلوقتي. طب بوليس الادب ليه؟ حايك عليا. انا اسفه همشي حالا. والله والله بقى من ايدك تموت بقى. طب ايه موبايل فين؟ او هاتي حاضر. ما اشوفش وشك انا تاني، انتي فاهمه؟ بره بره. اوكي خلاص يلا اطلع. عامل لي فيها رومانسي ابن الكلب. ما ينفعش الكلام ده يا حسام. ميرفت يلا يا حبيبتي، انا عايزك بقى تدلعيني الليله دلع ما حصلش. عايزك تظبطيني. يلا يلا يا ميرفت. ايوه عايز اقتلك. الا اذا الا اذا ايه؟ الا اذا
خسلنا قتلت غدا عزام ازاي والسواق اللي كان معاها. ما قتلتهاش. قتلها ازاي بس؟ قتلها ازاي وانا لسه بحبها؟ لو نطقت الكلمة دي تاني انا هحرقك يا زبالة. انت اللي خدتها مني مش انا اللي خدتها منك. احنا حبينا بعض من ايام الجامعة. اسكت. لما سافرت علشان اكمل تعليمي جيت انت وخطفتها، بس لما رجعت الحب القديم اتجدد مني. لا يا حسين، لا عشان خاطري ما نضيعش كل اللي احنا عملناه، ما تخلوش يستفزك. ولما مش عيلة السيوف هي اللي قتلت، امال بتجري ورانا ليه؟ عايزين تخلصوا منا ليه؟ ها؟ داني لا انا ولا ابويا لينا دخل باللي حصل. يومها غادة قررت تطلب الطلاق منك. خلاص مش قادر اعيش معايا، انا قررت اطلب الطلاق. لا لا يا حبيبتي، لا مش لازم نستعجل، على الاقل بس لما موضوع بابا ده يخلص والامور تستقر. مدحت ما تسيبنيش، ده انا ما صدقت لقيتك.